طيب احنا نبدأ نلعب بقى. انتي وموريس طب اتفضلوا كده. يا لهوي لا يا لهوي لا يا رب ممكن احكي لك قصه. لا مش عارف. هنلعب بقى شويه يا رب. كنت احس ان انت نهيت على ايدك. طيب احنا تهيألي كلكم عارفين لعبه فريز. كله عارف لعبه فريز. حد مش ماشي لسه ما خدتهاش في المدرسه اكيد. طيب احنا هي مبنيه على الامبروف يعني كلها ارتجال. انتوا الاثنين بنبتكر موقف وبتبداوا انتوا الاثنين وبعدين في نص واحنا بنلعب في قاعدتين مهمين جدا ان ممنوع الضحك وممنوع البلوك. يعني هي مثلا تقول لك لو بدانا الاكسرسايز ان هي بتقول لك اهلا وسهلا خير يا فندم ايه بتشتكي من ايه ما تقولهاش انا مش تعبان انا مش عيان. لازم تمشي مع الفلو ما ينفعش تبلوك الكيس وما ينفعش تضحك وتروح في حته تانية خالص تقول لها لا انا مش عيان انا كنت معدي. كمل الفرديه. امتى بنوقف؟ احنا الموضوع في كلام وفي فيزيكال. ممكن اي حد يقول فريز من الناس اللي قاعدين ويجي مكانك. لو احنا مثلا واقفين عند وانا بسلم عليها كده يجي حد تاني يوم ممشي وجاي بمكلم ومحطط فرديه تانيه خالص. فنبدا اكسرسايز جديد. ممنوع البلوك ممنوع الهزار. نفضل نكمل اللعبه دي للاخر. اول ورك شوب حابب ان احنا نبدا بيه هو ورك شوب او اكسرسايز شويه جينيريك وكان غرضي ان احنا نبدا بالاسهل علشان نفك اكتر عشان انا هبقى متوقع الناس هتبقى كشه شويه. الناس بتخاف من الكوميديا. ملعب مش سهل وبره الكومفورت زون بتاعهم. وانت لو ممثل جد وعملت مشهد ما انتش موفق فيه الناس هتقول تمام عدى تمام. ممثل لو انت كوميديان وما ضحكتش بقى انت دمك تقيل بقت شتيمه فبقت حاجه وحشه جدا. فحابب ابدا بس بفريز هوبفلي كده الناس ان شاء الله تنجج معايا وتتبسط ونخلص منه حاسين ان احنا خدنا خطوه لقدام. انا المفروض هقول لكم فرديه بس انا حابب ان انتوا تتفقوا على الفرديه وتبداوها. قول لا عشان مكسوف اصلا يعني عشان الهيبه بس. لا والله لا فممكن تتفقوا على فرضيه بسرعه وتبداوا. بس ما بتقولوا قولوا لنا انتوا هتبداوا. قولوا احنا قولوا لي احنا جاهزين. انا هحاول اكشن اخيرا. يلا اكشن. لو سمحت ايوه تعرف استاذ نوريس فين؟ مدرب الجيم. مش عارفاني ولا ايه؟ اظن واضح. حضرتك استاذ نوريس مدرب الجيم؟ ايوه انا. المصيبه دي. طب انا عايزه اعمل فورمه. زي فورمتي. طب انا عايزه اعمل فورمه. اوكي ماشي. اهم حاجه في انك تعملي فورمه انك تنزلي وتطلع. هو ليه حضرتك بتعمل كده؟ انا هشجعك انزلي واطلع. يلا حضرتك اعمل كده. انا مش فاكر. يلا اهم حاجه بس يلا اعمل ايه؟ 20 سكوات بس كده ونطلع. يلا يلا. 20. طب انا لسه ببدا يعني لو ممكن اعملها نكتفي بثلاثه. مش بنبلوك ينزل بلوك. طب ممكن حضرتك توريني اعمل ازاي؟ اهي كده يلا 20. طب ممكن تشجعني تنزل معايا؟ ماشي. ارجوك اتفضل. بيس. لا هو تحت بقى عادي. يلا خش. اديني كبر. كان بس يلا انزلي واطلعي. هتطلعي ايه؟ تطلعي وتنزلي. عقب يعني. عقب يعني. غير كده. انزل. انا تمام ولا افتح بقى تنزل. لا 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 مش هقدر اعمل. لا 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 الشغله دي مش دايره. حتى يعني الشغله دي مش دايره. الشغله دي مش دايره. خلاص فكك 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 خالص من النزول والطلوع. احنا هنتعلم دلوقتي حاجه جديده خالص. اتفضل. هنتعلم ازاي تمسك المايك وتذيعي في الخلق. عيشي معايا الجو. اوكي اذيع. قولي اي اسماء. بليز. مش طالع عندي. اسمعي زي ما قلت لك ده فايده. لا حب ده. انت اتطورت قوي في الرقص على فكره. مش ممكن ايه الجمال ده. لا لا خلاص انا موافقه عليه. انا موافقه بجد. انا موافقه.